أعلن أحمد حسن أنه عم بيحضر لفيلم قصير راح ينزل قريبا، وطلب من المتابعين التواصل معه إذا كانوا مهتمين بالمشاركة بهذا الفيلم. فشو هي توقعاتكم عن شو ممكن يكون هذا الفيلم القصير؟ اكتبوا لي توقعاتكم بخانة التعليقات. أما طبنجة ومن بعد غياب طويل من على السوشيال ميديا، شارك ستوري على انستغرام وضح فيه سبب غيابه وسبب حذفه لصورة البروفايل تبعه على انستغرام، لأنه في كتير ناس فكرت أنه رح يترك السوشيال ميديا وحتكون هي هي النهاية. أصدقائي بدي أحكي لكم شغلة عن جد، في واحد بعت لي أنه ليش شايل صورتك الشخصية، يعني فوق ما أنك ما عم تنزل فيديوهات ولا عم تنزل شيء أبدا، يعني ما هيك شلت صورتك الشخصية؟ الفكرة انه انا ما شلتها لانه بعد عن الانستغرام او السوشيال ميديا، لا لانه هي شوي لاسباب امنية، يعني انت ممكن صرتوا تعرفوا بهذا الموضوع انه في كتير حسابات عم تتسكر بسبب الصورة وكذا ومن الحكي. من بعدك ما في شيء اسمه حياة، ما في شيء اسمه ضحكة، هيك عبرت شادن عن حزنها وتأثرها بسبب الظروف اللي عم بيعيشها ابنها ايلان وخضوعه لعملية جراحية كتير كبيرة بآخر بوست شاركته على حسابها على انستغرام، وشاركت كمان فيديو على يوتيوب كان عنوانه قابلت ابني بعد العملية أصعب لحظة بحياتي، وطلبت من المتابعين الدعاء لابنها بالشفاء العاجل. أما نور ستارز فاختفت كمان لمدة أيام من على السوشيال ميديا، ولكن رجعت اليوم بستوري جديد وصورة جديدة وفيديو جديد كمان على يوتيوب. بتعرفوا شو أغرب شي بعالم السوشيال ميديا؟ إنه قد ما غبت عنكم ورحت، أنتم ما بتعرفوا شو عم بيصير خلف الكواليس بحياتي لحتى ما أنا أجي وأحكي معكم، ويا بتعرفوا يا ما بتعرفوا. أما جمهور أنس وأصالة فعم ينتظروا الفيديو اللي بعد الولادة وعم يستنوا بفارغ الصبر ليعرفوا الاسم النهائي والكامل للبيبي الجديد، من بعد ما صرح أنس أنه حيكون له اسمين، الأول الاسم العربي اللي حيكون هشام، والثاني الاسم الأجنبي اللي لسه ما تحدد واللي لسه ما بنعرفه. فكم نسبة حماسكم لتشوفوا البيبي بالبيت وكمان لتعرفوا الاسم الكامل للبيبي؟ اكتبوا لي بخانة التعليقات. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.